إن انتهى العطر تبقى الرائحة في الزجاجة. هذه المقولة نفتقد لها ونفتقد المعناها هذه اليومين عندما نشتري العطور اللي تصنع اليوم بعد ما أصبحت ما تخلو من الغش والتدليس على الناس. الأسواق المحلية ممتلئة بالعطورات المقلدة والمغشوشة اللي تعددت أساليب غشها لأنها تقدم بنفس زجاجات العطور الأصلية وتعبأ بطريقة مزيفة، والترويج لها بعبوات صغيرة مجانية غير اللي تباع وتوزع على المستهلكين. عبد المحسن التميمي تعطر بالشيء المغشوش وجاب لنا التقرير. لم تعد المتاحف مقتصرة على الآثار والتحف، بل أصبحت أيضاً للعطور. متحف روجونار في فرنسا يهتم بتفاصيل وصناعة العطور، وله عشاق من جميع أنحاء العالم يبحثون عن أجود أنواع العطور، فلكل عطر يحمل قصة وتاريخ لا يعرفها سوى عشاق العطور. ولكن الحال هنا مختلف في هذه المتاجر، عطور نسب تركيزها لا يخضع لأي مقياس دقيق، باستثناء عين عامل ربما لم يسمع بشيء اسمه وحدة قياس، وهو ما يخالف كافة البنود والمقاييس. أضرار العطور المقلدة على الصحة قصة لم تكتب بعد، وعدد المشاكل التي قد تواجه مستخدميها قد تصل لأمراض مزمنة. سعر الإيجار وانخفاض التكلفة وتطابق الجودة، كلها حجج واهية لا طالما يرددها العاملون هنا. أنواع العطور عد وغلط، أنواع كثيرة من العطور، أسامي شانل، أسامي ديور، عد وغلط من العطور. عطور يعني عالمية شمال، أسعارها يعني معقولة، يعني تنزل من الشركة بأرخص من المعاضل الكبيرة. أرخص من برا؟ أرخص من برا يعني مرة. هذا 290 ريال. 290. وبرا؟ برا هو ب 400 500. ده في العليا يعني عيارهم غالي، وهذا عشان كذا يبيعونه غالي عشان الايجار غالي. ايجار غالي. ولا نفس العطر؟ نفس العطر بالضبط، مضبوط. نفس الكرتون؟ نفس الكرتون، نفس العلبه، نفس الشركه، نفس كل شيء. في الآونة الاخيره ظهرت كثير من المنتجات والمستحضرات التجميليه المغشوشه اللي بتأدي بصورة يعني أثار جانبية على البشرة، وخصوصا كمان يعني على صحة الإنسان عامة. منها العطور المقلدة، العطور يعني هي تركيبها بيكون من 5 عناصر أساسية، أهم شيء اللي هو مادة الإيثانول. مادة الإيثانول هي غالية الثمن نظرا للمستحضرات الثانية، يعني بتطلب شرائها وجوب ترخيص من جهات رسمية، لأنه هي بتستخدم كمان إنه في تكون من المواد المسكرة، فبلجأوا بعض التجار للحصول على مادة بديلة وهي الميثانول. الميثانول هاي زي ما انتم عارفين إن هي مادة سامة، استنشاقها بيؤدي إلى إنه خلل في الجهاز التنفسي. غير هيك على المدى البعيد ممكن تأثر يعني تأثير سلبي كمان على صحة الجسم. كثرة استخدام العطور المقلدة وعلى المدى البعيد حتأثر على البشرة، ظهور بقع داكنة، تجينا حالات كتير انه ظهور بقع داكنة على البشرة، ولكن هو يعني بعض المرضى مش عارفين انه هاي شو سببها. كثير من الناس يعني بيكون السبب بيرجع لانه استخدام هاي العطور المقلده، لانه الزيت العطري الاصطناعي في ماده بتساعد على تنشيط خلايا الميلانوسايت، وهاي الخلايا اصلا هي مسؤوله عن ماده الميلانين المسمره للجلد. الاناقه قد تكلف الإنسان الكثير من المال، ولكنها قد تكلفه أيضاً مصاريف علاج واسعة، ويستطيع تجاوزها بزيادة مبلغ بسيط ليتجنب العطور المزيفة. عبد المحسن التميمي، الإخبارية، الرياض.